وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الأستاذ عمر الفرحان. أهلا ومرحبا بك أستاذ عمر. بداية، عندما تطالب المنظمات الحقوقية مثل العفو الدولية الحكومة في العراق بملاحقة قتلة المتظاهرين، هل تعتقد هذه المنظمات أن الحكومة مؤهلة قانونيا وأخلاقيا للقيام بهذه المهمة؟ تحية لك وللمشاهدين الكرام. بالتأكيد هذه المنظمات عندما توجه هذه النداءات وهذه التحذيرات والتنبيهات للحكومات فإنها تعلم علم اليقين بأن هذه الحكومات غير مؤهلة لحماية القانون الدولي لحقوق الإنسان، وغير مؤهلة لحماية المدنيين وفق الاتفاقيات والشرائع التي وقعت عليها هذه الحكومات. وإلا إذا كانت هذه الحكومة مؤهلة وتحترم القانون الداخلي وتحترم القانون الدولي فلا تتجرأ إلى الأعمال الوحشية مثل هذه التي تتعمد القوات الحكومية في العراق التعامل معها بشكل يومي ومستمر ضد المتظاهرين. هذه التحذيرات هي تأتي نتيجة الانتهاكات الخطيرة والجسيمة التي تنتهكها القوات الحكومية ضد المتظاهرين، وبلا شك فإن هذه الانتهاكات تعد من قبيل عدم احترام هذه الحكومة للقانون الدولي، وبالتالي هذه الآليات المنظمات الدولية هي جزء من الآليات الدولية التي ترمي إلى أخضاع الدول إلى أحكام القانون الدولي، وتعكس مدى انسجام ومدى عدم احترام هذه الحكومات لهذه المواد القانونية. فإذا ما استمرت هذه الانتهاكات فإن المنظمات الدولية تقوم بدورها برفع تقارير قاسية كما يعبر عنها، وتقارير موضوعية إلى مجلس الأمن وإلى الأمم المتحدة تحضها وتدعوها إلى التدخل السريع في هذه الدول التي باتت لا تحترم القانون الدولي وأنها تشكل خطر على الأمن والسلم الدولي. طيب، إذا كانت الأمم المتحدة تقر أن المدنيين والمتظاهرين يتعرضون لانتهاكات إنسانية وحقوقية متواصلة في العراق كما جاء في الإحاطة الخاصة الأخيرة التي قدمتها جيني هينس بلاسخارت في مجلس الأمن، لماذا لا تتخذ الأمم المتحدة خطوة عملية رادعة لإيقاف هذه العمليات؟ هذا ما غير معلوم للأمم المتحدة وغير مفهوم بتاتا لهذه المنظمة الدولية، وحينما كتبت في ديباجتها وفي القوانين والمواثيق التي التزمت بها دوليا بأن هذه المنظومة الدولية عندما ترى هناك انتهاكات خطيرة وجسيمة لحقوق الإنسان فإنها تتحرك من تلقاء نفسها دون الرجوع إلى مجلس الأمن ودون الرجوع إلى الدولة التي تنتهك هذه الأطراف هذه القوانين، وبالتالي فإنها تتخذ إجراءات سريعة وحاسمة في وقف هذه الانتهاكات وإلزام الدولة عند حدها. وإلى الآن نرى أن تقاعس الأمم المتحدة وموضوعها الأمم المتحدة في العراق منذ 2003 وإلى اليوم أنها تحابي وتجامل هذه الحكومات وكأنها شريكة في هذا العمل، وكأنها مع العلم أنها تعرف مدى خطورة هذه الأفعال وتعرف من يقوم بهذه الأفعال وتعرف متى تنتهك القوانين، وحتى أن بعض الانتهاكات تجري تحت مرأة ومسمع الأمم المتحدة، ولكن للأسف لم يتحرك هذه المنظومة الدولية لوقف نزيف الدم ولوقف هذه الانتهاكات. إذا لمن نحتكم ومن نرفع صوتنا ولمن نناشدها نتيجة هذه الانتهاكات المتكررة؟ نعم. السؤال الآخر أيضا أستاذ عمر، إذا كانت هذه الميليشيات تقوض نظام الدولة العراقية كما تقول بلاسخارت وتقتل المدنيين والمتظاهرين، لماذا لا تدرج هذه الميليشيات وفرق الموت على قوائم المنظمات الإرهابية؟ نعم، هذا الذي نناشده ونطلبه دائما من هذه المنظمة الدولية ومن مجلس الأمن، وحتى نناشد الأمين العام للتحرك
سريع في هذه القضية، وحتى أن يعني الكثير من الملفات الخطيرة والانتهاكات الجسيمة حتى في زمن النزاعات المسلحة التي حدثت في عام 2014-2006 وهلم جرا إلى هذه السنة، الكثير من الانتهاكات في سواء على القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، الكثير من الملفات موجودة ونرفعها باستمرار يعني سواء من المركز أو من المنظمات والهيئات المحلية والدولية إلى الأمم المتحدة، وحتى يعني نطرق باب المحكمة الجنائية الدولية في ذلك، ولكن للأسف هناك ضغط وهناك محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الأطراف الدولية لعدم استلام هذه الملفات ولعدم النظر في هذه الملفات في الوقت الحاضر. ويعني السؤال الآخر للأمم المتحدة وللمعنيين بالشأن العراقي، إلى متى يكون هذا السكوت عن هذه الجرائم التي ترتكب ليلا ونهارا سرا وعلانية ضد أبناء الشعب العراقي؟ يعني ما الذي يراد للعراق؟ هل إبادة جماعية لجميع العراقيين على يد هذه الحكومة أم ماذا؟ إذا نحاول مرارا وتكرارا أن ننبه المجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل سريع في وقف انتهاكات حقوق الإنسان في العراق. طيب، يعني قبل يومين محكمة الجنايات الدولية باشرت في فتح ملف الجرائم بأفغانستان سواء التي ارتكبت على يد الحكومة أو على يد الجماعات المسلحة. هل يمكن أن يفتح ملف الجرائم في العراق خاصة وهي أفظع مما حصل في أفغانستان؟ هذا ما نطمح إليه ونطمح فيه، وهذه الملفات يعني سواء يعني كانت بإرادة أمريكية أو بإرادة دولية أو بإرادة المحكمة الجنائية نفسها، هو خطوة نحو الصحيح وخطوة نحو التأصيل أو يعني إنفاذ القانون بشكل حقيقي في العالم، وهذا ما نصب إليه نحن في المنظمات الدولية من الانتهاكات الخطيرة التي حدثت في العراق. وهناك بعض المنظمات تريد من عندنا أو من عند المنظمات الأخرى هذه الوثائق، ولكن لا نعلم هل هي تستفاد منها مستقبلا في فتح الملف العراقي في رقعة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أم أنها يعني تريدها للضغط على الحكومة. وبالتالي فإن هناك الكثير من الشبهات، هناك الكثير من الطرق، هناك الكثير من الخطوات نتبعها، ولكن للأسف ما زلنا نراوح في مكاننا في هذا الملف. نعم، مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الأستاذ عمر الفرحان، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.